أهلا بكم جميعا. في هذه النشرة من نشرات التدبيت لهذا الأسبوع سوف نتكلم عن فصل الخريف، وسوف نتعرف مع بعض على بعض الأنشطة التي يمكن أن تقوموا بها والتي تتعلق بفصل الخريف. هيا بنا جميعا لنرى بعض هذه الأنشطة المتعلقة بفصل الخريف. طبعا فصل الخريف من الفصول المفضلة لدى الأطفال والبالغين على حد سواء، وهناك العديد من الأنشطة التي يمكن أن تقوموا بها مع الأطفال في الفصول الدراسية، وأيضا أن تشاركوها مع الأسر والعائلات لكي يقوموا بها في المنزل. فيمكن في هذه النشرة لهذا الأسبوع يمكن أن تجدوا بعض الأفكار والأنشطة التي تتعلق بالاجتماعات الصباحية أو بالدائرة الصباحية والتي يمكن أن تقوموا بها، ومنها أيضا يمكن أن تقوموا بزيادة المهارات اللغوية والمفردات لدى الأطفال عن طريق التحدث عن بعض المصطلحات التي تتعلق بفصل الخريف. أيضاً يمكن أن تقوموا بأنشطة مختلفة تتعلق بالرياضيات والحساب والعلوم، ومنها القيام بعد أوراق الشجر ذات الألوان المختلفة، فيمكن أن تقوموا بجمع بعض أوراق الشجر أثناء اللعب في الخارج، ومن ثم أن تقوموا بتقسيم هذه الأوراق إلى مجموعات حسب الألوان كما ترون في الشاشة، وأن تقوموا بعدها والتكلم عن أشكال هذه الألوان المختلفة من الأوراق. أيضاً اللعب الحسي عن طريق المعجون، معجون اللعب، فيمكن أن تقوموا بوضع بعض الأوراق أو أيضاً حبات أو الصنوبر على المعجون، وأن يقوم الأطفال بأداء أشكال مختلفة. هناك أيضاً العديد من الوصفات الطبخ التي يمكن أن تقوموا بها مع الأطفال، وفي هذه النشرة سوف تجدون بعض الوصفات المفصلة بالمقادير والتي يمكن أن تقوموا بها مع الأطفال في الفصول الدراسية، ومنها طبعاً عصير التفاح. بالإضافة إلى التفاح فأيضا الجزر من المكونات المحببة في فصل الخريف، فهناك أيضا العديد من الأنشطة التي يمكن أن تقوموا بها عن طريق استخدام الجزر بالإضافة إلى التفاح. وطبعا كما تعودنا الكتب تلعب دور كبير في تعليم الأطفال وتثقيفهم في جميع النواحي، فهناك العديد من الكتب التي تتعلق بفصل الخريف، وسوف تجدون قائمة بهذه الكتب القصصية في هذه النشرة. فنتمنى أن تقوموا بقراءة هذه الكتب والاستفادة منها مع الأطفال. هذه كانت بعض المعلومات التي أحببنا أن نشاركها معكم والتي تتعلق بفصل الخريف، وبعض الأنشطة المختلفة التي يمكن أن تقوموا بها مع الأطفال. نتمنى أن تقوموا بقراءة النشرة المطبوعة المرفقة لهذا التسجيل، وذلك لاحتوائها على مصادر ومعلومات مفيدة لكم. وكما ذكرت في بداية هذا التسجيل، فهذه المعلومات يمكن أيضا أن تشاركوها مع الأسر والعائلات لكي يقوموا باستخدامها مع الأطفال. شكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء في نشرة مقبلة. شكرا لكم جميعا.